أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين ترتكز على أسس حضارية عصرية وثقافة راسخة عريقة في دولة القانون والمؤسسات في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. نعم، معاليه أضاف أن ما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لعام 2022 الذي تضمن الإشادة بملف مملكة البحرين الحقوقي يأتي في سياق الإنجازات الدولية المستمرة لمملكة البحرين وما يشهده مجال حقوق الإنسان من رعاية واهتمام وجهود مثمرة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. أوضح معالي رئيس مجلس النواب أن احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات يأتي ضمن قمة الأولويات العمل الوطني في مملكة البحرين عبر كافة التشريعات والقوانين والإجراءات والمناهج التعليمية والثقافة المجتمعية ومن خلال التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مشيرا معاليه إلى تطلع مجلس النواب إلى التعاون المستمر والتواصل مع كافة البرلمانات لتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية والاطلاع على المنجزات الحضارية في مملكة البحرين. وأكد معالي رئيس مجلس النواب حرص المجلس على العمل المستمر لتطوير المنظومة التشريعية الحقوقية انطلاقا من ميثاق العمل الوطني والدستور والقيم التاريخية لمملكة البحرين والثوابت الوطنية والرؤية العصرية، مشيدا معاليه بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وما تقوم به من أعمال ومبادرات وخطط في مجال حقوق الإنسان.